هذا المقال للكاتب الصحفي سليمان برشيد عن هبة القدس والأقصى. هبة شعب وانتفاضة وطن للكاتب سليمان برشيد نشر في موقع عرب 48. لم يقتصر مفعول أحداث هبة الأقصى التي اجتاحت الداخل الفلسطيني في أكتوبر عام 2000 على إعطاء شحنة سياسية ومعنوية هائلة لإطلاق الانتفاضة الثانية، بل هي زلزلت الأرض فعليا من تحت أقدام إسرائيل وهزت كيان قادتها السياسيين والعسكريين وأعادت بعضهم إلى كابوس 48 وإلى ما وصفوه بالحرب على الوجود. من هنا جاء رد الفعل الإسرائيلي الهستيري، وهم يرون مشاهد الانتفاضة بشحمها ولحمها بمظاهرها الشعبية والعنيفة تضرب البلاد بطولها وعرضها وتملأ الميادين والساحات وتسد الشوارع وتحكم إغلاق شرايين المرور الرئيسية في وادي عارة وغيرها، وتزحف باتجاه بقية الفلسطينيين الباقية من النكبة في اللد وحيفا وعكا ويافا وتحاصر حصارها الذي دام نحو نصف قرن. نقول ذلك ليس من باب التضخيم والتهويل ولا الوقوع في الفخ، فخ الرواية الصهيونية التي أرادت إيجاد المبررات لقمعها، بل لتصحيح روايتنا التي اختزلت حجم وتأثير الهبة لسحب تلك التبريرات من أيدي المؤسسة في صراعها من أجل محاكمة المسؤولين عن قتل الشهداء. لقد اختزل الخطاب الحقوقي ذاك بقصد أو بدون قصد. تلك الهبة العملاقة التي حركت الفلسطينيين أينما تواجدوا في كل زوايا من زوايا الوطن وكل بقعة من بقاعه، اختزل بعدها الوطني وغيب كونها انتفاضة شعب أو هي جزء من انتفاضة شعب يقع تحت واقع كولونيالي ويعاني حالة تجزئة سياسية سببها هذا الواقع. لقد كشفت هبة الأقصى عن المخزون النضال الهائل الذي يملكه فلسطيني الداخل بحكم الوزن والموقع وعن طاقاتهم المستقبلية الكامنة، وبغض النظر عما إذا كانوا قد خافوا من قوتهم تلك كما حدث في يوم الأرض عام 67 أو لم يخافوا، والمقصود بالقيادة بين قوسين، فإن خوف المؤسسة كان أكبر، وبالنتيجة فإن الطرفين ليسا معنيين بمواجهة غير محسوبة النتائج وبخروج تلك الهبة عن السيطرة وتحولها إلى انتفاضة دائمة أو حالة عصيان مدني. وإن كنا نحمل المؤسسة المسؤولية كاملة عن نتائج الهبة بما فيها قتل أبنائنا الشهداء، فإنه من المفيد أيضا إبراز دور الشبابنا وفي مقدمتهم الشهداء في ساحات البطولة والشرف التي شهدتها مواجهة هبة الأقصى، وفاء لهم ولذكراهم العطرة ولعهد الكفاح الذي ينتقل من جيل إلى جيل. فهم لم يكونوا متفرجين أو أصابهم رصاص طائش، بل استشهدوا في ساحة المواجهة وميادين العز والكرامة دفاعا عن الأرض والإنسان والمقدسات وعن ما تبقى من تراب يقفون عليه في فلسطين. وبهذا المعنى فهم شهداء وطن وليسوا شهداء مواطنة. لقد واجهوا بصدورهم العارية رصاص الموت الغادر في منازلة غير متكافئة بين دولة بكامل أجهزة وعناصر قمعها وقناصها وبين مواطنين عزل إلا مما ملكت أيديهم من حجارة، منازلة مع دولة أقامت كيانها على أنقاض وطنهم وما زالت تواصل احتلال البقية الباقية من بلادهم وانتهاك حرمات مقدساتهم وعلى رأسها الأقصى الشريف وقتل المواطنين العزل حتى لو حملوا مواطنتها لأنهم فلسطينيون. في الذكرى 18 لانتفاضة الأقصى يتوحد الفلسطينيون مجددا في إضراب يشمل الوطن الممتد من البحر إلى النهر بعد أن مزقت إسرائيل خريطة الدولة التي رسموها على الورق وأسقطت حل الدولتين ووضعت من خلال قانون القومية العنصري الأساس القانوني لنظام الأبارتهايد الذي تسعى إلى إقامته على كامل فلسطين التاريخية. ومن هذا الباب فإن الإضراب الشامل الذي جرى تنسيق الإعلان عنه بين لجنة المتابعة والفصائل الفلسطينية في ذكرى الانتفاضة واحتجاجا على قانون القومية اليهودي يفترض أن يكون نقطة بداية على نحو استحداث آليات وأساليب نضالية مشتركة تتلائم مع الواقع المستجد وعلى طريق بناء استراتيجية نضالية فلسطينية موحدة لمواجهة سياسة الضم الزاحف وإحباط مخطط نظام الفصل العنصري أبارتهايد.
كما أن التنسيق الفلسطيني الفلسطيني يجب أن يخرج عن مظلة الأخ الأكبر وعن العلاقة المحكومة بمصالح فئات وقيادات ومفاوضات وانتخابات إلى الاعتماد على التكافؤ والمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني المتمثلة بتحقيق أهدافه القريبة والبعيدة التي تبدأ بصيانة حقوق تجمعاته المختلفة المدنية والقومية ولا تنتهي بإنجاز حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة. إذن كما قال الكاتب سليمان برشيد لم يكونوا شهداء مواطنة بل كانوا شهداء وطن، 13 شهيدا حينما قتلت إسرائيل مواطنيها في هبة القدس والأقصى. وللحديث عن هذا الموضوع الذكرى 18 والإضراب العام معي عبر الهاتف عضو الكنيسة جمال زحالقة. دكتور يعطيك العافية. صباح الخير. صباح الخير دكتور. من لجنة أور 18 عاما إلى الأمام نأتي بقانون القومية، ماذا نستنتج؟ ما الذي حل بنا خلال 18 عاما أو بالسياسة الإسرائيلية؟ السياسة الإسرائيلية عموما تتجه نحو اليمين أكثر فأكثر منذ العام 2000، وهي تتعامل معنا أكثر بمنظار أمني وتحاول عزل من تسميهم بالمتطرفين الذين حملتهم مسؤولية ما حدث في أكتوبر عام 2000، معنى أنه ذكرك أنه بعد الأكتوبر مباشرة بدأت حفلات اللبني، يعني تعايش اللبني، بمعنى أنه كان هناك اجتماعات عرب ويهود وأنا نريد أن نعيش، وهناك من يريد أن يخرب هذا التعايش وهم المتطرفون في رأيهم، وحاولوا جهود كبيرة جدا لضرب التيارات بعض التيارات السياسية، كانت هناك ملاحقة للتجمع، استهداف للدكتور عزيز الشارة، إخراج في نهاية المطاف للحركة الإسلامية عن القانون، وهذا هذه مطالبة بدأت عام 2000 بالمجمل. وطبعا لا ننسى أنه كانت بعد أكتوبر الانتفاضة الثانية والمواجهات التي أدت إلى استشهاد آلاف، حوالي 5000 فلسطيني استشهد في الانتفاضة الثانية. السياسة الإسرائيلية صارت أكثر عنفا وأكثر تطرفا بالمجمل منذ العام 2000. قانون القومية جاء ليتوج ذلك ويترجم ذلك إلى قانون يمنح الشرعية لكل ما فعلته إسرائيل وكل سياساتها وتوجهاتها، ويفتح المجال أمام المزيد من التطرف ومن الهيمنة على حساب الشعب الفلسطيني في كل مكان لهذا الإضراب. دكتور، يعني خلال قانون القومية وبحث ردود الفعل فيما يتعلق بقانون القومية، أذكر بأنك كنت الأول الذي دعا إلى إضراب عام ليس فقط العرب الفلسطينيين في الداخل إنما إضراب لكل الفلسطينيين. ما الذي يميز الإضراب هذا العام؟ الأمر ببساطة، القانون القومية يستهدف كل الشعب الفلسطيني، وردة الفعل يجب أن تكون من كل الشعب الفلسطيني بكافة أماكن تواجده، وهو يلغي حقوق اللاجئين، يحرم الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير، يؤكد على ضم القدس وعلى تهويدها، ويؤكد أيضا على أن هذه البلاد ليست للشعب الفلسطيني ولا مكان للشعب الفلسطيني فيها، فهي كما يقول القانون ملك للشعب اليهودي وحده. يعني طبعا كل هذه الأمور يعني ليست موجهة ضد هذا الطرف أو ذاك من الشعب الفلسطيني، طبعا هناك بنود كثيرة تستهدف الفلسطينيين بالداخل وبالأخص كل ما يتعلق بمكانة اللغة ورموز الدولة والتقويم وإلى آخره، كلها رموز صهيونية يهودية، وكأنه لا يوجد عرب في هذه البلاد. الأمر المهم أنه الآن جاء حان الوقت حتى يتحرك الشعب الفلسطيني كله ردا على هذا القانون، وردا أيضا على صفقة القرن، حتى يعرف القاسي والداني أنه هناك شعب فلسطيني واحد وهو ذات سياسية فاعلة له وجود وله كيان، لأنه حتى الآن تعاملوا مع الشعب الفلسطيني كفئات اللاجئين من جهة، غزة من جهة، الضفة من جهة. علينا أن نثور على هذه التجزئة ونرفضها، ليس بالكلام فقط وإنما بفعل سياسي. هذا الإضراب هو يأتي بهذا الإطار أيضا، إضافة أنه احتجاج حتى يعني يكون هناك ردة فعل كما قلت على قانون القومية العنصري الكولونيالي الذي يعني يمنح الشرعية لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، ويمنح الشعب الشرعية
لكل ما حدث في النكبة، وعمليا هو يهدف إلى ترسيخ نتائج النكبة. نعم دكتور، حتى الآن كان هنالك في هذا السياق مظاهرة في تل أبيب، الآن هنالك إضراب، قبل أسابيع وأيام قليلة عدتم من جولة دولية لتدويل قضية الفلسطينيين في الداخل. السؤال، كيف ترتسم المرحلة المقبلة بتقديرك، وهل نحن أمام فعلا بعد هذه الخطوات النضالية أمام حالة من التغيير، أم هي تسجيل مواقف وانتظار للفرصة لكي تسمح بتغييراتنا؟ يعني أنا برأيي طبعا هناك يعني نقاش حول كيف نتعامل مع المرحلة الجديدة، ولكن برأيي علينا أن نغير استراتيجيتنا وأدواتنا وتعاملنا مع الدولة. وضمن هذا يعني هذا التوجه، هناك مرحلة جديدة ويجب أن يكون فيها لدينا أدوات جديدة. العمل على الساحة الدولية بهذه الكثافة هو أمر غير مسبوق، ونحن أنا جيت من واشنطن وكان لي لقاءات في السنات، والتقيت مع السناتور بيرني ساندرز المرشح الرئاسي الأمريكي السابق، وهو يعني أعلن أنه هذا القانون يعني يخلق واقع فيه نوعين من المواطنة ودرجتين من المواطنة، درجة أولى ودرجة ثانية. هذا أمر بالنسبة يعني بلغة السياسة الأمريكية يعني ليس بالأمر الهين أن يقوله شخصية مركزية في الولايات المتحدة. التقينا بالكونغرس أيضا بعدد كبير من أعضاء الكونغرس، وكان هناك استعداد للعمل ضد قانون القومية، وهذا أيضا أمر جديد. طبعا كنا قبلها في بروكسل، وكنا في جامعة الدول العربية، وستكون زيارة لبريطانيا وفرنسا ودول أخرى. يعني الحقيقة أن هناك جهود كبيرة جدا نقوم فيها على الساحة الدولية. هذا عمل يعني يحتاج إلى نفس طويل ومراكمة وعلاقات وعدد كبير من الفاعلين ليلتقوا بالجمعيات، بمؤسسات المجتمع المدني، بالأحزاب السياسية، بالنقابات، بالحركات الطلابية. يعني هذه عملية لا تنسى أنه في المقابل يعني هناك جيش من الدبلوماسيين الإسرائيليين ومن يعمل في المقابل دولة كاملة يعني تعمل، هناك ماكينة إسرائيلية ضخمة جدا يعني لا نستطيع أن نقاومها بالإمكانيات. علينا أيضا أن نغير أدواتنا وأن نقيم يعني نؤسس لنوع من لنقل في المتابعة والمشتركة وفي الأحزاب وفي المؤسسات الوطنية عموما وحدات للعمل على الساحة الدولية. هذا الباب فتحناه حتى يكون هناك أيضا نقلة نوعية في عملنا بهذا المجال. وهناك أساس قوي جدا للعمل، لأنه يعني أقول لك صراحة أنه قانون القومية على كل سيئاته هو يعني أداة بيدنا حتى نفضح إسرائيل، لأنه هم غلطوا يعني وأعطونا قانون اللي يفضح نفسه بنفسه. والحقيقة أنه العمل في شرح قانون القومية على الساحة الدولية هو سهل نسبيا. أنا كان لي تجربة ولقاءات كثيرة، وكنا دائما نشرح ماذا نعاني وماذا يحدث في إسرائيل والسياسات الإسرائيلية، وكان دائما يعني هم كتبوه وأعطوه لكم بالضبط. يعني كانوا دائما يقولون لنا ولكن هناك امور اخرى، وهم يقولون مساواه وديمقراطيه. الان اسرائيل فضحت نفسها بنفسها، وعلينا ان نستغل ذلك، لانه هذا قانون يعني يريحنا، او مش يعني ليس يريحنا ولكن يعني يعطينا فرصه بالضبط يعطينا فرصه لفضح السياسات الاسرائيليه. هم غلطوا، علينا استغلال هذا الخطا. الدكتور جمال زحلقة، شكرا جزيلا لك، بالتوفيق لنا جميعا في مساعيكم وبالإضراب العام غدا. إذن شهدائنا بترتيب ارتقائهم: رامي غرة، أحمد جبارين، محمد جبارين، مصلح أبو جراد، أسيل عاصلي، علاء نصار، وليد أبو صالح، عماد غنايم، إياد لوابني، محمد خميسي، رامز بوشناق، عمر عكاوي، ووسام يزبك. نبقى أوفياء لقضية الشهداء والشهداء وذكرى الشهداء، ودائما رفعنا الشعار منذ اليوم الأول: لن ننسى ولن نغفر حتى يحاسب القتلة. إلى هنا نراكم على خير غدا، إضراب عام في كل بقاع فلسطين لكل الفلسطينيين في الداخل والخارج، والسلام عليكم ورحمة الله.